أصبح هذا المنظر مجنون في الشارع بعد ان كان ممنوعا هاي واحدة من الصحف الثقافية الجديدة تصدر بشكل شهري عن مؤسسة المدى للثقافة والإعلام. جريدة تعتبر ساخنة وتتناول بعض الموضوعات المحظورة كانت سابقا. إن شاء الله إن شاء الله باكر باكر الوقت. هذه الصورة بتكاد تكون غير موجودة وغير مألوفة للمثقف العراقي زمن النظام البائد، لعله واحدة من 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 نتائج التغيير اللي حصل في العراق، وكون الثقافة أصبحت متاحة للجميع بكل أشكالها بكل ألوانها. بعد أن كانت هناك أربع صحف تصدر زمن النظام السابق واللي عبارة عن نسخة كربون لما يردده رأس النظام، الان ابو سلوان ممكن يعني اكثر من 300 صحيفه، يعني اذا حسبناها نعم. قسم توقفت وقسم لا زالت مستمره وتمثل كل الاتجاهات كل الاتجاهات وكل الاطياف. نعم. حاليا يمكن اكو 100 صحيفه يوميه تصدر. هذا الرقم يبدو حتى في بعض البلدان الاوروبيه ما موجود هيك رقم، يعني 100 صحيفه تصدر يوميا في بغداد. هذا مؤشر على انه المثقف العراقي او المواطن العراقي بدا يعني يكون على تماس يومي مع الصحيفه، بدا يهمه ان يقرا صحيفه بغض النظر عن صدق او ادعاء ما 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 يكتب او يقال في الصحيفه، يعني فقط انه دا تصدر بهالشكل هذا هو موضوع يعني ذو دلالات عديده. حتى هذول بالانترنت يعني او كنت على مقربه من ذائقتهم الادبيه بحيث توفر للشخص الفلاني الكتاب الفلاني، توفر للشخص الفلاني المقاله اللي تصدر له في جريده، او يعني بشكل وكانه موضوعك انت، يعني مو موضوع الكاتب او موضوع الموقع. هذا صحيح، انا اتابع يوميا ما يصدر بالصحف واخر الاصدارات، واكو اقبال يعني على بعض العناوين الكتب تعرض بعد فتره انقطاع طويله، والحصار اللي كان على العراق والحصار اللي مارسه النظام البائد منع الاف العناوين. الان بدينا يعني تقريبا نتواصل مع اخر الاصدارات والدوريات ايضا العربيه المصريه والكويتيه واللبنانيه بدات تجي. يعني ما تعتقد اكو الان اكو رقابه على المطبوع او اكو شيء ممنوع الان في الشارع الثقافي؟ بالعكس اكو فلتان. اكو لا رقابه. نعم. الان يقال انه الحكومه بدات تتدخل في بعض الامور، بس بشكل عام المطبوعات توصل. حتى ذول بالانترنت يتحكمون. اعتقد انه الوضع الجديد في العراق ما يمكن ان نرسم له صوره ورديه كامله. اكيد اللي حدث مثل ما تفضل الاستاذ كان عباره عن مخاض كبير، فيه الجانب المظلم، فيه الجانب الاكثر اشراقا، الا انه ممكن ان يعني نعلق على تجربه الديمقراطيه كونها الان تجربه جديده بالنسبه للشعب العراقي، خصوصا اذا رجعنا يعني للسنين الخمسين الاخيره بعد صعود العسكر من 58 واستلامهم للسلطه، سلسله الانقلابات الدمويه اللي تعاقبت على العراق اسست لثقافه عنف في الشارع العراقي ما يمكن ان يتجاوزها بيوم وليله. يعني الديمقراطيه اللي الان نعيشها ما يمكن ان تجلب لنا ثقافه التسامح والتعايش والمصالحه وتحقق الاحلام الورديه اللي كان يحلم بها العراقي خلال سنه او سنتين. اكو تراكم، اكو كم هائل من ثقافه العنف في الشارع العراقي، خصوصا بعد انقطاع التجربه البرلمانيه والدستوريه وصعود العسكر بال 58. الان نحتاج يعني نحتاج العراقيين الى تاسيس الى وعي جديد بالديمقراطيه. السؤال اللي يفرض نفسه، هل استطاع المثقف العراقي ان يساهم في اعاده
ثقافة الديمقراطية أو إعادة ثقافة اللاعب للشارع العراقي أو للمواطن العراقي أم لا؟ حتى ذول بالإنترنت يتحبون أبو صراحة يبدو قمع النظام الواحد أو الدكتاتورية تحول إلى مجموعة يعني أشكال جديدة من أو أنواع جديدة من القمع. حتى العقدين النبابيين موجودة بالسلطة هي جسد الحالة الدكتاتورية. لأن فكرها يسعى لبهذا المعنى. طبعاً. هي هم يعني مو شرط اللي يكون عزف واحد. عدة منافذ متفقين على صفة. لا بس حتى يعني مثلاً أكو سلطة اجتماعية هسه تقمع. تقمع هي. مو شرط النظام أو الدولة. هي لا مو شرط مو شرط. حتى بالبيت يجوز. يعني أي مؤسسة الآن دينية ممكن تجوز. أي مؤسسة قمعية. لا واقع هذا واقع الحال موجودة. لانه الخطاب الديني خطاب ساكن ما يتعايش مع الحياه كل مره هي فرض لا تريد تبرر طلع هذا شكلتي اسال على الاخوان طبعا تعال هو شو عامل لا حتى تضبط لك قال اصدق قلنا حساب ثابت النظام الديمقراطي قال انا وياهم قال كانوا يعتبرون الديمقراطي يعني منحرف قال انا وياهم كذي كل هو طبيعه الدين يتعارض مع مفهوم الحياه المدنيه اي لان هو نصوص كل لانه مثلا المواطنه ماكو بالاسلام هذا مصطلح حديث كانت المواطنه يسموها الرعيه يعني من كلمه القطيع وضفوها الى جانب الانسان الرعيه حتى باللغه يعني رعاه حتى على مستوى اللغه واضحه الشغله يعني زين مثلا القضايا اللي هم يطرحوها دائما النص ثابت ما يتغير كمرجعيه ثابته الاجتهاد الاجتهاد في معرض النص وعي ساكن الحياه المدنيه وعي متقدم السياسه حركه فعل مستمره ولو حتى لغتهم احيانا لغتهم جامده فاليوم واحد كتب بالبينه تبع كتاب هاي ابو رؤى يعني حتى موضوع الوعي وعي الناس ما يخدمه لان يقول لك اذا هذا امتلك ناصيه الحياه ومعناها راح يمتلك التمرد عليه اي اي احنا اذا انتهينا باستمرار مسموع وخلي يعيش بوهم هذا هو سلاحنا الحقيقي بدليل انه هم مارسوا اسلمت المفاهيم مثلا الديمقراطيه البديل مالها الشورى يعني شلون هي الشورى اصلا نخبه عشائريه كانت اكيد مو ما يمثلون شعب اي بس هم باختصار سياسه صدام صدامها ما يخلي ما يخلي كلمه تمر للمعارضه لولا هم نفس المعنى نفس المعنى طيب ايه